أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك خيرا إلا دلها عليه ولا شرا إلا وحذرها منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه، فاتقوا الله وأطيعوه أيها المسلمون، واحمدوه على أن جعلكم من أتباع هذا الرسول الكريم، واحذروا من الوقوع في البدع، واحذروا من الوقوع فيما نهى عنه، تنالوا بذلك محبته، ولتكونوا حقيقة من أهل طاعته. عباد الله، إن أعظم نعم الله على عباده وأجلها أن بعث خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة بالحق والهدى، فأخرجنا به من الظلمات إلى النور، فأخرجنا به من الظلمات إلى النور. واجب على الجميع محبته محبة تفوق محبة كل مخلوق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومحبته صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباعه والسير على نهجه. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الحديث عن العباد بن سارية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديثان
والحديثان قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهما صريحان في الحث على التمسك بالسنة والتحذير ورد كل البدع والمخترعات في الدين. أيها المسلمون، إنه مع وضوح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلائه في أن كل بدعة ضلالة، إلا أنه مع ذلك يوجد من يقول إن هناك بدعة حسنة، وكلامهم مردود من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. ومن زعم أن في البدع الدينية شيئا حسنا فإنما هو في الحقيقة مستدرك على الشريعة. وقد أجاد الإمام مالك رحمه الله في الرد على أمثاله في قوله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. عباد الله، إن من جملة هذه البدع ما ابتدعه بعض الناس في شهر ربيع الأول من بدعة عيد المولد النبوي، يجتمعون في الليلة الثانية عشرة منه فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصلوات مبتدعة، ويقرؤون مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم تخرج بهم إلى حد الغلو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وربما صنعوا مع ذلك طعاما يسهرون عليه فأضاءوا المال والزمن وأتعب الأبدان فيما لم يشرعه الله ورسوله ولا عمله الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا المسلمون في القرون المفضلة ولا التابعون لهم بإحسان، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذه البدعة أول من أحدثها العبيديون، وهم من الرافضة الباطنية الذين قال فيهم الباقلاني رحمه الله: هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. عباد الله، قد يقول قائل: إن الذين يقيمون المولد قصدهم حسن، وهم لم يريدوا إلا رضا الله وإظهار محبة رسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة هذا المولد. والجواب: إن القصد الحسن لا بد فيه أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل عليه أن أحد الصحابة رضي الله عنهم ذبح أضحيته قبل صلاة العيد رغبة منه في أن يأكل الرسول الكريم من لحمها بعد فراغه من صلاة العيد، ولما علم عليه الصلاة والسلام بذلك قال له: شاتك شات لحم، أي أنها لم تقع أضحية لأنها ذبحت في غير وقت الذبح، وذلك مخالف للسنة، فلم يشفع له حسن قصده لما كان فعله غير مطابق للسنة. ولهذا لما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المسجد ورأى فيه قوما حلقا جلوسا ينتظرون صلاة، في كل حلقة رجل يقول: كبروا 100 فيكبرون، فيقول: هللوا 100 فيهللون، فيقول: سبحوا 100 فيسبحون، فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، ويحكم يا أمة محمد، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله ما أردنا إلا الخير. قالوا: والله ما أردنا إلا الخير. قالوا: والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. ألا وإن كثيرا ممن يقيمون الاحتفال بالمولد النبوي يرون أن ذلك من تمام محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره، وهذا ليس بصحيح، إذ إن ذلك لا يكون بمخالفة هديه صلى الله عليه وسلم والابتداء في الدين الذي قد أكمله الله له ولأمته، وإنما تكون محبته وتوقيره وتعظيمه بلزوم طاعته واتباع أمره والأخذ بهديه والعض على سنته بالنوازل وإحيائها بالقول والفعل واجتناب سائر المحدثات التي حذر منها وأخبر أنها شر وضلالة وأنها في النار. وهذا الأمر هو الذي كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، جعلنا الله جميعا منهم وحشرنا في زمرتهم. عباد الله، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم تعظيما له، وكانوا أحرص على الخير ممن جاء بعدهم، ومع هذا لم يكونوا يحتفلون بالمولد ويتخذونه عيدا، ولو كان في إقامة المولد أدنى محبة للرسول صلى الله عليه وسلم لكانوا أحرص الناس عليه وأسبقهم إليه. فعليكم عباد الله بالصمت والهدي الأول. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه:
من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. فالصحابة الكرام الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ما أقاموا هذا المولد ولا فعلوه، وهم أشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأحرصهم على تطبيق سنته، وأبعدهم عن البدع والمنكرات. قال مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، بيان هكا أن وانا مسوى البركة هدوب المؤرمين من البركة واتواتكم من متنا ربيع الأول وتنو دا أنبياء سكي كرا سواة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأن دا سكي تكي شكما دوان أنبياء دوان سبيدئوين ندبا ودين كنا سواة الوالي كان واتو الأمر بدؤي كان كما قد يتبع كذب والسنة نمض الله صلى الله عليه وسلم سألنا كما يتوانا بدؤي تروي بي ودأيت لكتكين بدؤي إن أكي كلك لأكي يتو شمس أتكين الدين بأن كما الدين الله تعالى يكمل لمن شيء ياتك شيء كن على يوم من الله صلى الله عليه وسلم بأبوني أبناء الدين فاتي قباني الرسول من الله صلى الله عليه وسلم الله ياي بياني أكنسا يا sanar da mu cewa alkhairi ne da yake jawo mana alkhairi duniya da lahira, don haka mu lazimce shi mu riko da shi. Babu wani sharri kuma face Allah ta'ala a cikin alqurani ko kuma ta harshen manzonsa sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna, face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan sharri kuma ya tsawatar da mu daga aikata shi. Don haka babbar ni'imar da Allah ta'ala yi wa bayin Allah su turo ko ita ce turo annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'a da gaskiya, kuma da yazo sai Allah ta'ala ga abin da ya bashi na alqur'ani da bayanin qur'ani da sunna, sai ya fitar da dukkan al'umma wadda ta bi shi daga dukkai duhu na kafirci da shirka, duhu na bid'o'i da mutane suke kirkira, duhu na sako zuwa ga hasken imani da tauhidi, zuwa ga hasken ilimi, zuwa ga hasken riko da sunna, zuwa ga wato hasken da ke cikin aiki da biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yin sabansa. Don haka wajibi ne ga dukkan mutane bayan turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wajibi ne akan su su so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam soyayyar da tafi son da suke yi wa dukkan wata halitta, kamar yadda Allah ta'ala ya ambaci ababen da mutane suke so a cikin fadinsa. Ya bayyana mana cewa soyayyen mutane baya fita daga cikin abubuwa 11: kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني بأب المتين يكيسو زي ما بذيك تري وأنا أبا بن قدابو مشاهبة كما أن أمبتي تقص نفركو أكسي إدان سوني كوكي كيسو في يدي يد كوكي سن الله لمن ننسى لكم جهاد في سبيل الله في يدي يد كوكي سن الدين الله to kuyi zaman dako har Allah ya zo da lamarin sa. Lalle Allah baya shirye da mutane ba su bi, amma ababin da mutane suke so din an gaya mana cewa kace idan ubanninku iyaye da kakanni su kuka fi so da ƴaƴanku da jikoki da ƴan uwanku da danginku ashiratukum
واموال اقترفتموها لبنوك يركو وتجاره تخشون كسادها كاسوانشنكو ومساكين ترضونها ولا زمن بكنكو جلد بجنكو سألنا الله تعالى يا أبا تشوس سيأتي سوكوك في سوء كمازا دمانسا دي جدا الله دا جهادي في سبيل الله في زمن داكو وعندك أي شيء دول ليدي سيما المتين يا بسو مدن الله صلى الله عليه وسلم أكن بأبين دي كي سو هاليكا دولي أمنسو نهاليكا توسي أنكي في تسو مدن الله صلى الله عليه وسلم أكنسا كما واجبيني أكن قوة يدي مدن الله صلى الله عليه وسلم إيماني لشي دسانسا دي جلم ماشي دي بنسا دا sauran abubuwan da Allah ya wajabta mana na aqidu da haƙoƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kasancewa a zuciya ko suke kasancewa a harshe kamar salati yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wanda suke kasancewa a aikace to waɗannan su ne abubuwan da Allah ya wajabta mana dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a al'amarin soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana ce manzon Allah in sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba sai na zama ni nafi soyuwa a wurin sa yadda yake son mahaifinsa da mahaifiyarsa da ɗansa da ƴarsa da sauran mutane gaba ɗaya wanda ya hada da matansa da aminansa da dai sauransu malamai a wannan hadisi suke cewa wato soyayyar da mutum yake yi ba ta fita daga kala uku din nan ko mahabbatu ta'zimin ko mahabbatu isfaqin ko mahabbatu mushakala mahabbatu ta'zimin shine irin son da da yake wa uwarsa da ubansa soyayya ce wadda take cike da girmama ba akwai kuma mahabbatu isfaqin son da uba yake wa dansa soyayya ce da take cike da tausayi ga dan koda kuma dan ya girma sa'annan sai kuma soyayyar da mutane suke wa junansu kamar miji ya so mata ko mata ta so miji ko amini ya so amini ko abokin harka ya so abokin harka sakamakon wato akwai abinda ya hada su to a takeice sai in waɗannan soyayyen da muke yi mun fifita son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkan wata soyayya kuma son annabi sallallahu alaihi wasallam alamar ta ita ce bin sa da kuma tafiya akan tafarkin sa Allah dama yana gaya mana in mun kasance muna son Allah muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alamar hakan ita ce mu bi manzon sa sai Allah ta'ala ya so mu sai kuma ya gafarta mana zunubanmu ya zo cikin hadisin Irbad ibn Sariya yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa duk wanda yayi tsawon rai to zai ga sabani da yawa amma kuma maganin sabanin da kuma rabarben kayu wato kayu da ake samu rabuwar kan mutane maganin wannan duka shine riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnan khalifofinsa shiryayyu masu shiryarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi riko da ita a kama ta da fika sannan kuma na hore ku na hane ku dangane da kirkirarrun al'amura a cikin addini saboda kowane kirkirarren bid'a ne kuma kowace bid'a fata ce hadisin Aisha radiyallahu anha ita ma ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa duk wanda ya kirkiri wani abu cikin lamarin mu na addini fi amrina ana nufin amri dinina fi shar'ina ba ana nufin al'amali na duniya ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zo ne don yayi bayanin wannan ba ya zo yayi bayanin al'amarin Allah na shari'a al'amarin Allah na addini don haka a cikin addini in ka kirkiri wani abin da babu shi ka cuso shi to ka sani an mayar maka kuma abin bai takaita ga mayar da shi ba a sai an maka azaba akan abin da kai na kari ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala wani hadisin sai ya nuna cewa ba ma wanda ya kirkiran ba wanda ya aiki da kirkiran da ya fara da abu a cikin addini man amil amalan ko wani lafazin yana cewa fa huwa raddun kaga kenan da wanda ya kirkiro da wanda ya aiki da abin da aka kirkiro duka ba a karɓa musu ba kuma fatan bawa a kiyama shine Allah ta'ala ya karɓi faɗi tashin sa don haka waɗannan hadisai lallai sun zo da ka'ida mai girma daga cikin ka'idojin musulunci kuma suna cikin manya-manyan wato kalmomi takaitattu masu faɗaɗan ma'ana wanda suke faɗaitar da mun kan riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suke kuma tsawatar da mun kan wato bid'o'i da dukkan nau'ukan su bid'o'i al-bid'u al-mahdha da kuma al-bid'a al-idafiyya wato abin da mutum zai kirkira wanda asali ba shi da tushe ko kadan a cikin addini kamar mutum ya kirkiri wata bauta ta hanyar tsayuwa a rana ko ya kirkiri wata bauta ya ce zai yi tafiya ba takalmi duka Allah bai sharanta mana irin waɗannan nau'uka na bauta ba amma akwai kuma nau'i na biyu na bid'a shi kuma ana kiransa al-bid'u al-idafiyya kamar irin bid'ar maulidi saboda asalin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a ce kuma sunna ce an koya mana yadda take tana nan ko alamar ta ce bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to cikin soyayyar sai wani ya ce soyayyar za ta bayyana ne ta hanyar me ta hanyar wannan biki ta hanyar wato abinda aka saba yi sau ɗaya din nan a shekara to a takaice lallai waɗannan nasoshi sun yi raddin waɗannan bid'o'i sa'annan kuma sun ja kunnenmu akan aikata su
kuma lalle duk wanda ya rayu akan bid'a idan ya zo a kiyama za a tunkuɗe shi a hana shi sha daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake da matsalancin bukatan ya sha daga wannan tafki don ya kore ishinsa to dai tare da waɗannan tare da bayyanan wannan lamari amma sai gashi mutane sun kirkiri wannan bid'a suna ce mata kuma bid'a hasana bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa dukkan bid'a bata ce cikin hadisin da ya gabata ya ce mana dukkan bid'a bai ware wata bid'a yake ce mata akwai bid'a mai kyau ba indai a cikin addini ne yana cewa dukkan bid'a bata ce to kaga duk wanda ya riya wannan na farko dai kamar yana kokarin gyaran fuskare wa shari'ar Allah wanda ta zo a cikin alqur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa imamu malik cikin maganar sa mai muhimmanci yana ce duk wanda ya kirkiri wata bid'a a cikin musulunci sai yake ganin wato bid'a ce mai kyau to fa wannan mutumin kamar yana riya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya harinci manzancin da Allah ya bashi saboda Allah ta'ala yana cewa a yau ne Allah ya cika maka addinin ka a yau ne Allah ya cika muku addinin ku kuma ya cika ni'imar sa akan mu yace kuma ya yarje mana musuluncin da ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin addinin da za mu sani kuma mu rayu a kansa don haka imamu malik yake cewa duk wanda ko duk abin da a wannan ranar da Allah yake ce ya cika addini bai zama addini ba a wannan ranar babu shi a Qur'ani babu shi a hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da wannan aya ta sauka to a bayan wannan lokacin kuma kamar a zamanin sa shi Imam Malik ko kuma sauran zamanin har tashin kiyama ba zai taba zama addinin Allah ba don haka ya ku bayin Allah ita wannan bid'a ta biki da ake yi ta shekara shekara wanda ake haduwa a cikin dare na 12 na Rabiul Awwal wanda shine wannan daren da muke fiskanta sai kaga ana ta yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu salatoci da aka kirkira wanda a cikin sun su ma akwai wuce gona da iri na kuza da yawa ne waɗannan kirkirarrun salati ba irin wanda ya koya mana ba su ma akwai wuce gona da iri a kansa ana karanta waƙe na yabon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duka su ma a cike suke da kalmomi na wuce gona da iri wanda ya hali a kansu sa'annan a yi ta daddafa abinci a bata lokaci dare su kutum ba a yi barci ba ko a yi barci ɗan kaɗan da Allah ma ka ga ba a samu sallar asuba ba a tozar ta dukiya yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani na ibaatul mal mutane su gajiyar da jikinsu da abin da Allah bai shar'anta ba sa'annan khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi aiki da shi ba khalifofinsa a bayansa wanda sun fi musan sa ba su yi wannan din ba haka sauran sahabbai haka sauran musulmai a ƙarni na farko da na biyu sai bayan ƙarni uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin ƙarni shine zaman da na rayu a cikin sa sai wanda yake biye da shi sai wanda yake biye da shi to duka ne ba a kirkiri wannan bid'ar a waɗannan ƙarnoni guda uku ba to ko da alkhairi ne da waɗannan mutanen wallahi sun rigaye mu zuwa ga wannan alkhairi don haka wanda suka kirkiri wannan bid'a su ne yan shi'an da ake kiran su ubaydiyu wanda kuma yan shi'a ne batiniya wanda suna bayyana musulunci a zahiri amma kuma a rayuwarsu gaba ɗaya su rayu ne akan tsantsan kafirci kamar yadda malaman tarihi suka cika littattafan su da bayanin wato su dai ar-rafida al-batiniya ko kuma al-ubaydiyu wanda a misra suka kirkiri wannan kuma sun alakanta abin da cewa ai sun ga nasara suna yin bikin kirsimeti na annabi Isa alaihi salam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad shi ya fi cancanta haka sai ya zama a lokacin suka kirkira to inda dai alkhairi ne tabbas da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmai a ƙarni na farko da na biyu su za su riga yin zuwa ga wannan kuma ba za ka kafa hujja da cewa ai niyyar ka mai kyau ne shine kana neman ka bayyana son annabi ne sallallahu alaihi wasallam a'a lallai niyya mai kyau ba makawa in kana so ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah sai ta dace da aiki mai kyau niyya mai kyau ya dace da aiki mai kyau cikin dalilai da suke nuna haka wani sahabi yana da niyya mai kyau shi yasa ranar layya gabanin aje a yi sallar idi sai ya ɗauki dabban sa ya yanka a matsayin yayi layyansa ya bayar a gyara masa naman ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana saukowa daga idin sa sai ya kawo shi ya gabatar masa da nama amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa layyar ba ta yi ba saboda an yi ta kafin lokacinta kaga asalin layya ibada ce amma akwai wasu ababe da ake lura da su a lokacin kowace ibada na sharuɗa da kaifiya da sifa da komi sai mutum ya yi ibadar a haka a nan ne Allah ta'ala zai karɓe ta da ya ce masa shafi ka shafi lahmin yana nuna kai ne kawai ka ci akuya mai nama kenan baka yi layya ba sahabin ya ce to ina da wata ƴar ƙaramar dabba wadda ina ga kamar shekaru ta bai kai ba sai ya ce to za ta isar maka amma ba za ta isar ga wani a bayanka ba to kaga gashi ne yana da kyakkyawar niyya to amma
tunda aikinsa ya saba da sunna sai hakan bai amfane shi ba bai samu ladan layya akan abin da yayi ba kuma shine Abdullah ibn Mas'ud wani lokaci da ya shigo masallaci sai ya ga mutane sun yi halka halka ga wasu a nan ga wasu a can ga wasu a can sai ga wani a cikin su yana cewa ku yi kabbara guda ɗaya sai su yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har ɗaya yace ku yi la ilaha illallah guda ɗaya sai su yi guda ɗaya ku yi tasbihi guda ɗaya sai su yi guda ɗaya haka yake ta gaya wasu shi wancan mutumin a yankin kufa ya same shi sai Abdullahi dan Mas'ud yake ce me nake ganin kuke aikatawa sai suke cewa ya Abdullahi dan Mas'ud ya Abu Abdurrahman wasu ɗan tsakon kwani ne muka tara guda ɗari a gaban mu in an ce mu yi tasbihi ɗari sai mu yi tasbihi guda ɗari ɗaya subhanallah sai a je a ce subhanallah sai an yi transfer zuwa guda biyu sai a zo kuma a ce ku yi kabbara ɗari ku yi la ilaha illallah ɗari haka suke ta yi sai yake cewa a'a ya ku bayin Allah abin da ya zama wajibi akan ku shine ku rinka kididdige munanan aikin da kuke don ku tuba akan su saboda Allah ta'ala ba zai tazarta muku duk abin da kuke da tasbihi da sauran ibadu ba ba sai kun kirga wa Allah kun yi kaza da yi kun yi kaza da yi kuma kun haɗu wani yana ce ku yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su yi haka din ba kowa ya zauna ya yi zikirinsa shi kadansa yace lallai ku kan kuna kan wani addini ne wanda yafi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiriwa yafi wannan kyau ko kuma kun budo kofar bata wa kanku sai suke cewa ya Abdullah ibn Mas'ud ya Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair ba komai muka rufa ba sai alkhairi sai yace ai sau da yawa mutum yakan nufi alkhairi amma ba zai yi dacen sa ba kenan ko kai nufin alkhairi a zuciya dole sai an samu sawaba dacewa da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan Allah ya karbi ibadar bayi to a takaice wannan bid'a ne kowace shekara ana yin ta kuma dole ne mu ja kunnen ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da makusantanmu cewa idan suka ga ana waɗannan ababen kada su halarci irin waɗannan wuraren kamar yadda Allah ta'ala yake cewa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri ba ruwanka da kallon ka je kan titi wai kana kallon abin da yake faruwa wanda yana daga cikin sakaci da ake yi a irin wannan lokuta don haka mu ji tsoron Allah mu bi wato tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za mu rufe da maganganun mutane guda biyu na farko maganar Abdullahi dan Umar da yake cewa duk wanda zai yi koyi da wata sunna to yi koyi da mutanen da suka rasu wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka dauki abin da yan baya suka zo da shi saboda su ne mafi alherin wannan al'umma su ne suka fi biyayya a zukatansu su suka fi zurfin ilimi su suka fi karancin kirkire a cikin addini da kuma takallufi da akwai da sauransu mutane ne da Allah ya zaɓe su domin su zama sahabban annabinsa da sa'annan Allah ya zaɓe su domin su ɗauki addinin su kai shi wa ƴan baya sai ku yi koyi da halayensu da tafarkinsu saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance akan tafarki miƙaƙƙe Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ku bi abin da Allah ya saukar na wahayi kada ku kirkiro saboda an wadatar muku ba a bukatar ku kirkiro a wannan addini saboda dukkan kirkirarren abu bid'a kenan wato bata ne Allah ta'ala yana cewa kuma wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya sai ku bi ta wato addinin sa yayi bayanin sa cikin littafin sa yayi bayanin sa ta harshen manzon sa sai mu yi kokarin sani haka sa'annan mu bi shi yace kuma kada ku bi kananan hanyoyi da za su kautar da ku gabarin hanyar Allah da wannan ake muku wasici muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan sunna ya nisantar da mu bid'a ya Allah waɗannan bayin Allah masoyanmu ne ƴan uwanmu ne muna nuna musu muna faɗakar da su abin da ya hannu riga da karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ji tausayin su ka ganar da su ya Allah ka fahimtar da su ya Allah ka sa mu da su mu rayu da dakan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa mu yi tarayya da shi bayan mun koma zuwa gare ka ya Allah kada ka raba mu da masoyin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu da iyayenmu da ƴaƴanmu da matanmu da sauran masoyin mu musulmai a ko'ina suke اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك أن تحيي سنة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أميت البدع اللهم وأميت البدع اللهم وأميت البدع التي تصد عن سبيلك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله